فانكوفر بأبو ظبي، والذي سيتضمن الأعمال الفنية ذات الأهمية التاريخية والثقافية والاجتماعية من أقدم العصور مرورا حتى الزمن المعاصر. سنتعرف عليه أكثر بتقرير التالي من مكاتبنا. سيغدو متحف اللوفر أبو ظبي الذي جاء ثمرة اتفاقية بين حكومتي كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الفرنسية في العام 2007 أول متحف عالمي في العالم العربي يترجم روح الانفتاح والحوار بين الثقافات، كما أنه سيكون أحد أهم المؤسسات الثقافية الواقعة في قلب المنطقة الثقافية التي لا مثيل لها من حيث الطابع والحجم. متحف اللوفر أبو ظبي سيكون مركز ثقافي، مركز تعليمي، مركز للتسامح، مركز للتقارب، وسيكون متحف يقول للعالم قصة العالم. سنأخذ الزائر إلى جولة عبر تاريخ العالم. مثل ما ننظر هنا ورانا، لما نتكلم عن تاريخ العالم نحن ما نقدر نتكلم بدون تاريخ العرب، وعندنا هنا من أهم الآثار اللي موجودة في متحفنا هي جاية من الأردن، من المتحف الأردني، وهي إعارة من المتحف لمتحف اللوفر أبو ظبي لسنة. وأنا أتوقع كل الزوار لما ينظرون على الآثار اللي موجودة مثل عين غزال سيرون أهمية المتحف هذا. معرض اللوفر أبو ظبي هو معرض سيعرض الأعمال الفنية ذات الأهمية التاريخية والثقافية والاجتماعية القادمة من أقدم العصور مرورا حتى الزمن المعاصر، حيث سيغطي اللوفر الذي وضع تصاميمه المعماري الحائز على جائزة بارتكز العالمية جان نوفل مساحة 9200 متر مربع من صالات العرض الفنية. عندنا قطع مهمة من مقتنياتنا تابع لمتحف اللوفر أبو ظبي، ولكن بعد عندنا المتاحف الثانية اللي عايرين القطع، عايرين من أحسن القطع اللي في متاحفهم. مثلا مثل ما قلت لك عين غزال، هذه القطعة كثير مهمة في تاريخ الأردن وأول مرة تنعرض في دولة الإمارات. مثلا قطعة الدافنشي هي اسمها لابيل فيغونيير، المرأة الحديدية، قطعة كثير مهمة في متحف اللوفر وتنعرض في متحف اللوفر أبو ظبي. يضم المتحف صالات عرض فنية من ضمنها صالة العرض الدائمة، والتي ستعرض المجموعة الفنية الدائمة للمتحف، والتي ستأخذ الضيوف في رحلة عبر الزمن من أقدم العصور القديمة إلى المعاصرة، منها من خلال أعمال فنية ستعرض حضارات مختلفة. طبعا نشكر زملائنا على هذا التقرير. يعني أكيد. ببداية التقرير كان حكوا أنه كانوا ماخدين قطع فنية من متاحفنا الأردنية. مزبوط. دلالة أنه متاحفنا الأردنية إحنا غنية وفيها العديد من القطع الأثرية النادرة، خصوصا صحيح. مثلا بمواضيع البتراء، مواضيع مثلا جرش أم قيس ومناطقنا التاريخية. ولكن يعني عتبنا، هل في حدا بيزورهم؟ هل حدا بيعرف إيش فيهم هذه المتاحف؟ لأن بلدنا هي الأغنى تراثيا والأغنى كمان الحضارات اللي مرت عليها، وعنا عدد آثار يعني بنشوفها بأوروبا وبنشوفها بكل مكان. حتى يعني أيام بنزور دول بيكونوا مقلدين الأشياء الموجودة عندنا وحاطينها مشان الناس تكون عارفة مثلا إيش الحضارات الرومانية وكذا، يعني فبيكون مبين معنا قدي حلو الأصل اللي عندنا وقدي بيفرق عن المنحوت نحت وتقليد عندهم. قدي هم في عندهم زوار لمتاحفهم، قدي إحنا يعني للأسف المتاحف تفتقر إلى الزوار. ويعني دائما عشان هيك دائما نحكي بنشكر هيئة تنشيط السياحة اللي عم تعمل جاهد عن جد، عم تحفر بالأرض لحتى تقدر تجيب لنا بمبادرات وبأنشطة وبغيرها، تجيب لنا ناس تعرفهم بالسياحة بالبلد وقد إحنا بلد غنية ثقافيا وحضاريا وتاريخيا أيضا. يمكن متحف اللوفر هو إشي كتير حلو، الإمارات طبعا عم تخطو خطوات كتير كبيرة بالتقدم بجميع النواحي، بس كمان يعني أنا بشوف دائما مثل بيحكوا على الأصل دور، يعني إحنا كمان عن جد يعني دائما عن جد والله بلدنا فيها كتير أماكن حلوة وأماكن لسه يعني أهل البلد ما زاروها. يعني بتعرف في لوفر بفرنسا لما تروحي بتشوفي هو عم بيحكي لك إيش عندهم حضارات، إيش هم صحيح. عندهم صار هل هم عندهم هذا المتحف أكبر متحف بفرنسا أو بباريس تحديدا. إحنا شوف قديش عندنا متاحف، صح. مش متحف واحد، عندنا متاحف بالأردن، ومرات الدخولية بتكون كتير قليلة
المشكلة مثلا ليش في المدارس حتى تكون مدارس أتوقع مجاني بتول، صح. طيب ليش إحنا مدارسنا ما تأخذ الأولاد وتعرفهم على هذه المتاحف؟ قديش عندنا أشياء غنية، قديش إحنا حضارتنا ثقافتنا، الناس من برا بتجي تشوف. هل أنت ما تروح تسافر برا بتروح على اللوفر تدفع لتخليه وتروح تشوفه، أو مثلا بتروح على متاحف أخرى وبتروح تشوفها. فإنه إحنا بلدنا يستحق إنه إحنا نشوف شو حضاراته، نشوف شو اللي عندنا مش عند غيرنا. فلازم ننتبه أكثر بخصوص هذا الموضوع. نحكى عن متحف السيارات الملكي كمان، قد في عندنا كمان سيارات ودراجات اظن الاولى بنوعها بالعالم بالكهربائيه. فيعني دائما خلينا ننتبه ونساعد السياحه بالتنشيط اكثر واكثر، ما دائما خلينا وأهم عوزه شيء تنشئة الجيل الجديد لحب السياحه الداخليه وثقافه السياحه الداخليه. بعد الفاصل في عندنا مبادرة إنسانية تحكي عن قصة أم، تحكي عن قصة بنتها، هتكون معانا، انتظرونا بعد الفاصل لمزيد من التفاصيل.